تابع رأي الناس في مصر، هل من حق المرأة المطالبة بنصف ثروة الزوج بعد الطلاق؟ ماذا أجاب؟ دين مش شرع قانون؟ ما ربنا منزله علينا ليه؟ ومنزل الشرع والقرآن ليه؟ يعني عشان نمشي عليه؟ لا ما لها حق، لأن لو تأخذ نص الثروة كل العالم بتطلق، كل الحريم راح تطمع في أزواجها، فخلونا بالدين أحسن. الأحسن إن هي تبقى حاسة دايماً إن هي مسؤولة من حد، إن هي مش مسؤولة عن حد، فإن هي تبقى مطالبة إنها تدفع بالقهر أو بالظلم، فهي يبقى إحساسها من جواها متضايق، يعني إن هي هتبقى عاملة كده وهي مش حابة. فلكن لو هي حابة بقى ومتطوعة يبقى مفيش مشكلة. في أوقات كتير جدا الزوجة هي اللي تبقى شايلة البيت بشكل مباشر، سواء في تربية الأطفال أو في الجزء الخاص بالمنزل ورعاية الزوج والحاجات دي كلها، فمن حقها إن هي لو حصل حاجة زي كده هي تخلت على سنين من عمرها كتير جدا، ففي المقابل هتاخد جزء من الثروة بتاعته اللي هو قدر يعملها بسبب إن هي متواجدة بشكل مباشر بترعى البيت والأولاد. هو بقى لو شخص أمين يعني بيديها حقها، لو مش أمين طبعا وده المنتشر أكتر بياكل فلوسها للأسف. بس انا مش حابه يعني ان هو تاخد نص ثروته بعد الانفصال، لا مش شايفه ان ده صح. لمتابعه المزيد من الاخبار والبرامج والقصص الانسانيه والوثائقيات والتقارير الاخباريه، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الاعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.